ازاي الخليه بتتصل وايه بقى هي الانتجات اللي موجوده في الخليه والكلام ده. اتفضل لذيذ وخدنا معظمه في ثانوي يعني. فتقريبا يعني عجله الانفصام والميتوزي والميوزي واخدينها في ثانوي اللي هو ايه بقى كنا واخدينها اللي هو الدكتور الطبيب الاول ومش عارف ايه. فهو الكلام ده موجود عندنا بقى بس منين مش في البدايه نتكلم في السيل سايكل اللي هي دوره الحياه. دوره الحياه الخليه البدنيه ترسم فيها في 23 دي كروموزوم
او 46 اس. فاهمين الحته دي ولا لا؟ اللي هو العدد الزوجي والعدد الفردي والكلام ده. بيبقى فيه 23 لو هنستخدم العدد اللي هو الاثنين اللي احنا كنا بنستخدمه. هنا بقى اسمه الدي. النون اللي هو النون ده هنا اسمه الدي اللي هو الدبل. يبقى انا عندي 23 دبل او 46 سي. تمام؟ يبقى انا عندي في مرحله الجي 1 الخليه بيبقى فيها كام؟ الحلقه العاديه اللي هي 46 اس. نعم؟ بتضبط امتى؟ في مرحله ايه؟ اللي هي مرحله النصاب ومرحله الابلكيشن او الحاجات دي. تمام؟ يبقى هو ايه؟ ان هي السيل سايكل بتبدا مايتوزس وبعدها فيها انترفال. الانترفال اللي احنا بنحكي عليها جي 1 والاس والجي 2. الجي 1 قال لك الكاركتر بتاعتها ان الخليه بتبقى سبيشاليز يعني بتعمل الوظيفه بتاعتها. فيها 46 اس كروموزوم. تمام؟ بتاخد برونج ديوريشن ممكن تاخد وقت طويل جدا الخليه بتكون وظيفتها يعني انا ممكن اقعد براحتي. الحاجه اللي بعد كده اللي احنا قلنا بتبقى هاي بتكون او بتستور انرجي وار ان ار ان اي برودكشن وبروتيسيس علشان المرحله اللي دخل عليها اللي احنا قلنا عليها دي. تمام؟ الحاجه اللي بعد كده بيقول لك ان في كل مكان الجي 1 بتحصل كل مكان الجي 1 سبيشاليزد كل مكان السايكل بتاعتنا لو ضعيف. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي مثلا عندي خليه مثلا هنعرفها بعد شويه زي دلوقتي بتطلع من هي في بس كانت مغطى ان هنا نيوكلير ميمبرين موجود لسه ما اتعشاش فدي مغطى. انا دلوقتي عندي مثلا خليه زي دلوقتي دخلت مرحله جي 1 فيس بادئ وشغاله عماله تؤدي في وظيفتها. تمام؟ هل هتطلع من الوظيفه بتاعتها دي؟ هتطلع بس مش تاخد منه جزء او يحصل له ايه؟ يتصاب يبدا ساعتها الخليه اللي موجوده عايزه تضعف عايزه ايه؟ تضاعف وتكون او تعوض الجزء اللي اتفرق فتبدا ساعتها تروح طالعه من مرحله الجي 1 تروح داخل مرحله الاس والجي 2 والمايتوزيس. طيب انا دلوقتي السيت سايكل بتاعتي مش في الليفر بقى المطيره لان انا بعملها ليه؟ يعني انا بنتصي كل ما بتجي بس طب لو ما جربتش احنا هنا فهمنا تفسير كلمه كل ما كانت الجي 1 بتحصل في الهاي سبيشاليزد سيل بتبقى لو ريت اوف ديفيجن يعني الديفيجن هيبقى قليل لان انا كونت طولت جي 1 واديت وظيفه ليا. واضحه ولا عين تاني؟ تمام. انا دلوقتي مثلا الخليه هتنقسم. تمام؟ من ضمن بعد مرحله الانتصاب مرحله الانترفال او المرحله اللي في النص دي بيبقى في مرحله اسمها جي 1. قلنا مرحلة الجي 1 دي الخلية فيها بتبقى في الخلية بتأدي وظيفتها. تمام؟ خلية زي اللي بتفضل تأدي في الوظيفة بتاعتها هي كده لغاية ما احنا طلعنا من مايتوزيس واحد من مايتوزيس واحد من مايتوزيس واحد دخلنا مرحلة الجي 1. تمام؟ مرحلة الجي 1 دي فضلت مطولة معانا لمثلا مدة ولتكن 30 سنة. بعدها الليفر حصل له إصابة يبدأ يدخل في السكن في الميس فيس جي 2 وبعدين يرجع يروح داخل في ايه؟ في المايكروز. يبقى هو كده حصل له انفصام كل قد ايه؟ حصل له انفصام تاني بعد قد ايه؟ 30 سنه. يبقى كده انا عندي برونوم جي 1 ولا لا؟ طب الريت اوف ديفيجن؟ اثنين كل 30 سنه. على عكس خليه تانيه مثلا زي خلايا الجلد. دي بتنقسم على طول على طول في اليوم ممكن تنقسم مثلا ملايين المرات. يبقى كده الجي 1 بتاعتها قصيره قوي. بس الريت اوف بس دي بالظبط. المرحلة الثانية اللي بعد كده بعد كده خلصنا مرحلة الجي 1 وقلنا ان بيبقى فيها وظيفة وخليها سبيشاليز وقلنا ان بتبقى لونج ديوريشن بيبقى في تكوين بروتين ويبقى في تكوين ار ان اي وتكوين الحاجات اللي انا محتاجها عشان المرحلة تضاعف اللي بعد كده. وقلنا ان هو بيبقى بتحدث بعد المايتوزس طبعا وبعد الانقسام بيبقى فيها 46 كروموزوم. تمام؟ ندخل على بعد كده المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله الاس. ايه بقى مرحله الاس في دي؟ مرحله الاس في دي هي مرحله الدبلكيشن كله. الدي ان ايه بيتضاعف. يصبح بدل ما كان 46 اس يبقى 46 دبل. تمام؟ بدل ما كان 46 اس يبقى 46 دبل. السنتريول هيبقى يتضاعف. اللي هو دبلكيتد بير اوف سنتريول.
مرحله الجيل 2 او الجي 2. المرحله دي انا داخل بعد كده على مرحله ايه؟ على مرحله ميتوزيس. يبقى مرحله ايه؟ تضاعف المصاب. يبقى انا محتاج اكون ايه؟ بروتينز. يبقى انا هبدا اعمل بروسس، هبدا ابرير للميتوزيس عن طريق ان انا اخزن طاقه واكون مرحله ايه؟ بروتين زيها زي مرحله الجي 1. تمام؟ وبعد كده قال لك بروس، يبقى في بروس سنتريول والتيوبولين سبور. يعني ايه الكلام ده؟ هناخدها بعد كده بعد شويه ان شاء الله. علشان اعمل انصاب تبدا السنتريول تهاجم الطرفيه الخليه. لو انا عندي مثلا خليه قوي فبتبدا السنتريول بعد ما كانت موجوده حوالي تعبان زي الناس تبدا تهاجم كل واحد فيهم جنب قول لو هو باين خليه. بعد كده تبدا تطلع حاجه اسمها تيوبولين. التيوبولين ده اللي هو بيدخل في التكتيك. تمام؟ قال لك ملحوظه بقى اللي احنا لسه بنتكلم فيها، مرحله الجي 1 ممكن تتغير. بمعنى مرحله الجي 1 تبع لنوع الخليه. في حاجه اسمها الجسم خليه زي خليه جديده بتنقسم على طول. كل ما اعمل كده خليه تروح يبدا ينقسم ويجي مكانها. تمام؟ المرحله دي بقى هل هيبقى فيها الجي 1 لونج ولا شورت؟ شورت اكيد. في بقى نوع تاني من الخلايا. الخلايا دي اسمها ايه؟ بوتنشال نيوروبوتنسيل. او بيسموها عندنا في المصريه حاجه اسمها استريوزيل. اللي هي خلايا ما بتتجددش الا تحت ظروف خاصه. زي مين اللي احنا سائلين الليفر. بيفضل موجود في مرحله الجي 1 لغايه ما يحصل له اصابه. وبعد كده يحصل له ميتوزس وينقسم مره ثانيه. تمام؟ طب الحاجه الثالثه بقى مرحله اسمها مرحله الجي 0 اللي هو يطلع من مرحله الجي 1 يدخل الجي 0 بمعنى ان هو ما يرجعش ليها تاني. دي بتحصل في النيرف سي خلايا النيرف في السي ان اس. لو اتقطعت ما ينفعش تتجدد تاني. فهو كده طلع من مرحله الجي 1 دخل لمرحله الجي 0 الجي 0 فور ايفر على طول مش هيرجع منها تاني. تمام؟ يبقى هو كل الملحوظه اللي مكتوبه بيقول لك ان النار ديفايد سيل او السيلو سيل ده الجي الجي 0 بتسيب السيل سايكل خالص ومش بتنقسم وبتبدا تنقسم. قسمناها ورجعنا على كده لثلاث مواضيع. في خلايا بتنقسم على طول يبقى دي بتدخل تقريبا في مرحله مرحله الجي 0 هي جي 1 تدخل اس تبدا تنقسم على طول. في خلايا استيبو او اسمها بوتنشال ريكوبتسيل. الخلايا دي بتنقسم تحت ظروف خاصه. يعني بعد ما تتصاب تبدا تنقسم تاني. لو برلونجت في الجي 0 او موجوده تطلع من مرحله الجي 1 تدخل مرحله الجي 0 وترجع امتى؟ لما يحصل ايه؟ اصابه في الليفر مثلا او ظروف خاصه تحصل للبروجينين اللي فتخليها الزيت دي فتخليها تنقسم تاني. اللي بتطلع من مرحله الجي 1 وتدخل في مرحله الجي 0 فور ايفر بتبقى ايه؟ بتبقى اللي هي مش بتنقسم. تمام؟ في بقى حاجه اكلمك عليها كده نقطه صغيره تحت اسمها الستيم سيل. الستيم سيل دي اللي شغال عليها جميع الابحاث دلوقتي اللي هي الخلايا النزعيه. تمام؟ الخلايا النزعيه اللي انتم خدتوها في ثانوي في منها نوعين. في حاجه اسمها فلوري بوتنشيال وحاجه اسمها بلوري بوتنشيال. فلوري بوتنشيال معناها ان الخلايا النزعيه دي بتتكون اكتر من بعض. تمام؟ زي حاجه اسمها ميزوكلاين سيل. يعني ايه ميزوكلاين سيل؟ كابتر كونكتيف تيشو. هتاخد في حاجه اسمها بانك فرانشايز ميزوكلاين سيل. يعني خلايا ملهاش ملامح معينه بتتمحور وتتحول للحاجه اللي هي عايزاها. تمام؟ الخلايا دي ممكن تتكون كذا نوع. ممكن تتكون مثلا خلايا مثلا هنعرفها بعد كده اسمها الفايبروبلاست. ممكن تكون بعد كده خلايا اللي بتبقى لازمه في الناس الحراريه الكبيره. يعني نوع خلايا واحد كون كذا حاجه. فده بنسميه بلوري بوتنشيال. بعد كده في عندنا حاجه اسمها يوني بوتنشيال. نوع خلايا بتكون حاجه واحده بس احنا بنتكلم عن دوت في البيولوجي. بريمتيف سيل اسمها بريمتيف وهي ستيم يعني لسه حاجه ما حورتش او حورت كون حاجه بس لما تيجي تتكون هل هينفع تكون حاجه غير الاسبيرمس؟ لا ما ينفعش. هذا نوع بيتكون حاجه واحده. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا باختصار يعني ايه سلسله. تمام؟ السلسله خلص. الستيم سيل اللي هي الخلايا النزعيه. الخلايا النزعيه دي في منها نوعين. نوع اسمه بلوري بوتنشال ونوع اسمه يوني بوتنشال. البلوري بوتنشال معناها خليه واحده بس هتكون كذا نوع. تمام؟
زي ايه؟ قلنا البروتكشن حاجه زي قلنا الفرشمات والسكتات زي انت تاخدها في البروتكتيف تيشو بعد في المنهج الجامعي عباره عن الخلايا. الخلايا دي اسمها بوليس اللي هي الفن الفرشمات والسكتات زي تمام؟ تبقى ممكن تتكون من فايبر بلس وممكن تتكون مثلا الخلايا اللي بتبقى موجوده في الكلام في الكلاس بتكون كذا نوع من الخلايا. في واحده تكون كذا نوع من ايه؟ من الخلايا. فباليوني بوتيتش ادفانس اليوني بوتيتش معناها ان انت بتتمحور لحاجه واحده زي مثلا مين؟ زي جيم سيل اللي هي ايه؟ الارض اللي احنا بنشرحها في البيولوجي بتقول ان هي حاجه اسمها بريمورديال جيم سيل خلايا اوليه تمام؟ دي خلايا مبدئيه ملهاش ملامح ملهاش ستيم سيل ملهاش شكل معين بس لما تيجي تكبر 100% هتحول ايه؟ سبيرم. هو ده الفرق. هنسيبنا من الجدول دلوقتي ونشرح يعني البروسيس ويعني ايه البروسيس. ده هيستولوجي ماشي باثولوجي ماشي خدناهم في الباثولوجي تمام؟ ايه بقى مرحله النيكروزس وايه مرحله الابوبتوسس؟ النيكروزس ده معناه ان الخليه الجلوماتيك بتاعي فيها جه حاجه من بره ضربت الخليه ودمرت. طيب ايه بقى الابوبتوسس؟ خليه ما عندهاش ايمان تمام؟ ايه بقى خطوات النيكروزس وايه هي خطوات الابوبتوسس دي؟ خطوات النيكروزس يعني اول ما يجي مثلا نفترض مثلا حاجه عورتني تمام؟ حاجه عورتني الخليه بتكبر فاحنا بنفتكرها بحاجه دي الخليه بتتعور بتبدا الخليه تعمل ايه؟ اول حاجه تسويه تكبر في الحاجه تمام؟ الخلية حصل لها سوية وكبرت بعد كده السن من بين دي نروح هنا تمام؟ الأورجانيل اللي موجودة جوه بتتحلل تمام؟ بعد الأورجانيل اللي موجودة جوه بتتحلل في خطوات بتحصل في النيوكليس اللي هي ايه؟ أنا عندي نيوكليس من كده تمام؟ كانت كده تبقى تغير ازاي؟ ربنا يعمل. يعني حتى على بعد كده فريمنتيشن يعني وبعد كده ياكل فريمنتيشن تاكل سيروسس او الخلايا الملويه الكبيره دي بعد العمليه الخلايا الملويه الكبيره دي تروح بقى كل اللي بتعمله وتاكل جميله وتروح جاي ايه؟ ماشي تمام؟ اسلاك بقى بقى جميل ينفع جميل انك تحصل بدون شكر لما بتحصل بدون موسيقى تمام؟ لما بيحصل البروسيس بيبدا يعمل لي انرجي يعني خلايا جسم اللي هي خلايا العمليه تكسب ويروحوا عاملين تفاعل مع بعضيها يعملوا لي انرجي اللي هي الحساسيه ويبدا بقى ايه؟ ينبهني كل الدنيا عنده والدنيا كلها تعرف ان في خلايا ما بين حساسيه ومش عارف تمام؟ بالنسبه بقى للابوبتوسس بيحصل ازاي؟ قال لك الخليه كانت بتبقى طبيعيه بدل ما تسوي لا بدل ما تسويش لا ما الخليه كانت طبيعيه بدل ما تسوي وتكبر وتشفي الدنيا لو واحد عايز ينتحر غالبا بينتحر وحد بقى عن حاجه الا بعد ما يموت بقى الكلام هو اللي ينتحر بيموت من غير ما حد يعرف تبدا الخليه تشرنج تظهر في الحال تمام وبعد كده كويس باثولوجيكال كونديشن افكت جروب اوف سيل معناها ايه؟ ان انا لما باجي اقطع مثلا في السكين الخلايا كلها خلايا كتيره بتتضم مش خليه واحده يعني ده بيسوق خلايا كتير بينما الابوبتوسس بيحصل غالبا في خليه واحده او اثنين بيتين مع بعض تمام؟ المين فاكتور للسيل ديس قال لك السيل ميمبرين ما يدمش عن طريق ميكانيكال او فيزيكال او كيميكال فاكتور ميكانيكال خبط خبط فيزيكال تعرضت مثلا لاشعاع كتير وحاجات زي كده كيميكال ممكن مثلا زي اتش سي ال او الحاجات دي بتضم الخلايا بينما المين فاكتور في الابتوزيس قال لك بيحصل نيوكليار تشينجز باي سبيسيفيك انزايم اكتيفيتد في اللايف سبان في اند اوف ذا لايف سبان بمعنى الخلايا اللي بتموت نفسها تطلع انزيمات من جواها
تموت نفسك تمام؟ تنتحر. الحاجة اللي بعد كده الانرجي اللايف سبان اللي هي الحياة الدور تبع الحياة اللي هو العمر الافتراضي. طيب الانرجي تفتكر مثلا انا واحد عايز انتحر وبطلع انزيمات مش كل ده محتاج بس اللي جاي له خطه من بره انا ما تعبتش في حاجه انا كنت قاعد لحد جوه فمش محتاج انرجي خليه مش محتاج انرجي. السيل سايز احنا كنا بنقسم الليبت سويل ليبت تشارج اللي احنا شرحناه. الدمج اللازمة البلازما ميمبرين ده بيبقى بيرفوريتد بيبقى مسطر زي ما احنا عاملينها كده ده ما بيحصلوش حاجه انت بتعمل جزء من البلازما ميمبرين بامبنج اللي هي الفقاقيع او البامب اللي احنا قلنا عليها مش بتحصل في النكروزس بتحصل في مين؟ النكروزس. الاجريجيشن اوف كروماتين اللي هي ده اللي احنا قلنا عليها اللي هو ايه؟ اللي هو الكيريو بيجنوزس بيحصل عندنا في باثولوجي بس عندكم هنا كلهم بيحصلوا في الابوبتوزس بس ما بيحصلوش في النكروزس فانتوا خليكم ماشيينها على موضوع تمام؟ الكيري الفريجمنتيشن مش بتحصل هنا وبتحصل هنا الفريجمنتيشن الدي ان ايه اللي هو الكيريولايسيس مش بيحصل هنا وبيحصل هنا الانفلاماتوري ريسبونس اللي هو التفاعل الحساسي الانفلاماتوري ريسبونس معناها التفاعل الحساسي او الانفلاميشن او التفاعل الانتهائي هو الانفلاماتوري ريسبونس ده نوع من انواع الحساسيه فعمليه الانتهاء اللي احنا قلنا عليها بتحصل في مين وما بتحصلش في مين؟ بتحصل في يا جماعة مش عايزين حفظ وكلام من الجدول وخلاص. انتوا فهمتوا الأول الطريقة اللي احنا قلناها أصل انتوا مش هتفتكروا الجدول وهتفتكروا الشرح ده. فاحنا عايزين نعرف مين فيهم اللي بيحصل فيه الانفلاماتوري ريسبونس اللي هو الفات بيزون جات كانت الأجزاء دي ومشيت يبقى كده عملت لي الانفلاماتوري ريسبونس. تمام؟ اللي هو جريمة القتل بتعمل نجمة وشهرة وكبيرة. الانتحار محدش بيعرف عنه حاجة. يبقى الانفلاماتوري ريسبونس ده فضيحة بمعنى الكلمة. فانا ببدا في النكروزس اعرف الناس انما في الكاربوتوزس محدش بيعرف يبقى الانفلاماتوري ريسبونس بيحصل في النكروزس بس ما بيحصلش في الكاربوتوزس. الماكروفيج رول قال لك فرمنتيشن اوف سيلز نعم فرمنتيشن اوف سيلز اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكيلو الماكروفيج رول تمام. هنا قلنا مرحله الماكروفيج بتطلع تمسك في الخلايا المواد بتاع الخلايا وتطلع باص سيلي يعني اللي هو الباص اللي هو الصديق وبتعمل انفلاماتوري ريسبونس. بينما في الجزء الثاني بتاع الكاربوتوزيس شفت انت الفقاقيع اللي كل واحده طولت لوحدها؟ انا عشان كله يعني مثلا مثلا في النيوروبلس في فقاعه كده وفي فقاعه كده وفي فقاعه كده. فقالوا لي مثلا ثلاث فقاعات صغيره. هل دول هيفضلوا كده؟ لا في الفاجوس وكل دول مخيمين بدون اي تفاعل بدون اي حاجه يبقى دور الفاجوزوم او الفاجوسايتك سيل. هنا كان مكونات كل الخليه وخلصنا منها خالص بدون وعمل الانفلاماتور ريسبونس تمام. هنا كان اللبس اللي موجوده دي او الاجزاء اللي في الباقي من الخليه ومش بدون اي تفاعل حسي ولا اي حاجه. هنا بيطلع بص الانفلاماتوري او الالتهاب اللي بيحصل يبقى فيه بص فهنا بتطلع بص من هنا ما بتطلعش حاجه تمام. ملاحظه بقى هنا بيقول لك النيوكليار دامج بيبقى ليه ايفنت ان ديث بس ذيس تشينج ار نوت ذا ليج كوز اوف ذيس. بمعنى ايه؟ بيعامل اللي هو قلب هو قلب الكيلو هيتس والكيلو لايسس ومش عارف ايه الكلام ده ما بيحصلش صح؟ بس رجع تحت في ملاحظه قال لك انه بيحصل بس متاخر وما بيكونش هو سبب الخليه يعني الخليه ماتت بسبب ايه؟ ان السيل ميمبرين بقى بيرفوريتد وخلاص كده مفيش بالانس انت كده السيل ميمبرين اللي كان حميك راح ما بقاش فيه بالانس بين جوه وبره يبقى كده اللي داخل داخل واللي خارج خارج. تاني حاجه برضه هو مذكرها عندكم ان الميتوكوندريا ديس فانكشن الميتوكوندريا لما بيحصل الحكايه دي الميتوكوندريا وظايفها بتروح وما بتعرفش ترجع فكده عندي السيل ريسبيراتور اصلا مش شغال تبدا الخليه تتكسر تمام؟ لو جت قدامك في حته كده
الخليه دي بيبقى اسمها بوست سيجنال. يعني ايه بوست سيجنال؟ انا مفترض مثلا ان انا عندي باختصار ان انا كان عندي سيجنال كروموزوم، تمام؟ سيجنال كروموزوم في مرحله الاس بيس تضاعف اعضاء كروموزوم، وبعد كده بيجي اسباب الاتصال ويروح كل واحد رايح في مكانه، تمام؟ يبقى ده بالنسبه اختصار كده للميتوزيس. الميتوزيس بيمر كم مرحله؟ بيمر مرحله البروفيس، ومرحله اسمها ميتافيس، ومرحله اسمها انافيس، وتيلوفيس. الكلام ده ترجمته ايه بالعربي بقى؟ انا مش فاكر كويس، بس اللي هو الطرف الجميلي والطرف الاستوائي في نفس اعداد الاعدادي. هو ده بالظبط، ونفس الكلام ما اتغيرش في حاجه. انا اعرف ايه التغيرات اللي بتحصل في كل واحد فيهم، تمام؟ اول حاجه اللي طبعا موجوده فوق دي مقدمه. الميتوزيس تعريفه انا عباره عن اختصار خليه تنقسم او تتحول لخليتين ويحافظ على نفس عدد اضرار الكروموزوم الموجودين. يعني بيبقى 46 اس بيطلع منها 46 اس مش 43، تمام؟ 46 اس هي 23 دي، تمام؟ يبدا بقى يقول لك على كل مميزات كل واحده فيهم. مرحله البروفيز دي مرحله الاستعداد، اللي هو انا كان عندي الكروماتين المره اللي فاتت كان مجهول، الكروماتين على بعضيه والكلام ده كله، تمام؟ يبدا بقى الكونتينسيت على بعضيه ويكون لي الشورت، ويبقى الكونتينسيت على بعضيه يبقى شورت وكونتينسيت يكون لي حاجه اسمها كروماتيد، تمام؟ الكروماتيد مع كروماتيد تاني حصل بعض بيكون الكروموزوم، تمام؟ يجي الكروموزوم متصل بالكروماتين والكروماتين بيكونوا كروموزوم متصلين مع بعض في نقطه اللي هي اسمها اللي هي قطعه وسطى. بعد كده بيقول لك ان كل بير من السنتجول بيروح لجانب من الخليه، يعني الخليه بتستعد علشان تنقسم. النيوكليوس والنيوكليار انفلوب بيبدا يختفي، دي بقى اللي انا كنت بقول عليها ده الانفلام ام تي او سي، تمام؟ الام تي او سي بي اختصار لحاجه اسمها مايو تيوبلر اورجنايزنج سنتر. بمعنى ايه؟ فاكر المايو تيوبلر اللي احنا قلنا عليها؟ المايو تيوبلر دي قلنا ان هي فايدتها ان هي بتكون سنترولين، صح؟ خيوط المخزن عباره عن مايو تيوبلر، تمام؟ يبقى مايو تيوبلر او من اسمها مايو تيوبلر اورجنايزنج سنتر. السنتر اللي بينظم خروج المايو تيوبلر. انا عندي سنترولر تمام؟ موجود حواليه مايكرو تيوبولر اورجانيزم سنتر، اللي هو اللي بينظم المايكرو تيوبولر عشان تكون خطوط المخزن، تمام ولا مش تمام؟ تمام. انا عندي دلوقتي قلنا المرحله الاولى هي مرحله الاستعداد للحركه او للانبساط زي ما تسموها. اول حاجه انا مش محتاج النيوكليوس المفروض في حاجه ده انا محتاج الدي ان ايه، فابدا اشيل النيوكليوس من برين. بعد كده الكروماتين بقى ابدا اجهزه واخليه على شكل السنترولين اللي هو بيبقى بالشكل ده كده. اثنين ماسكين مع بعض عند السنترولير يبقى كونديشن على بعض. بتبدا السنتريول اللي هي كانت موجوده في النص هنا كده تبدا بقى تهاجم وتروح، وهتبقى عباره عن مايكرو سنترولر اورجنايزنج سنتر اللي هي هيطلع منها خد المخزن بتاعي. دي المرحلة الأولى مرحلة البروفيس، هي مرحلة الاستعداد. المرحلة الثانية اسمها مرحلة الميتافيس. مرحلة الميتافيس دي كلمة ميتا معناها منفصل. فمرحلة الميتافيس معناها إن الكروموزومات اللي كانت موجودة في كل أجزاء الخلية دي هتوصل إليها اتجمعت كلها في النص بالشكل ده. يعني أنا بنفترض مثلا الخلية هوني فهتبدأ تتجمع في النص بالطريقة دي. تمام؟ يبقى معناها ان الكروموزومات بتبدا تنتصب في منتصف الخليه، حاجه اسمها ايكواتوريا بليد اللي هو نص الخليه بالظبط، تمام؟ الدي كروموزوم او الدبل كروموزوم بيبقى ارينج في الايكواتوريا بليد اللي هو الميد فيس بليد اد سبتريك سبيند، بمعنى ان هو الجزء اللي في منتصف السبيند. طبعا ده موجود من هنا كده ومن هنا كده سبتول وطلع منها السبيند، فبيقول لك ان ده موجود في نص الخليه في منتصف الاسبندل، تمام؟ هنتكلم برضو على حاجه تاني، بيقول لك سبيشال سايت اوف ذا سنترومير اسمه كايناتوكور.
بيأكت از انذر ميتوتيك سبيندل عشان يمسك الكروموسوم الميتوتيوز اللي بتطلع من السيتوبلازم الميتوتيول وتكمل السبيندل. يعني ايه كمل العقد ده؟ انا كنت واخد السنتر هير السنتر اللي موجود هنا بيشتغل في الميكرو اورجانيزم سوبر اللي هو الام تي اللي هو عنده الميتوتيوز ده كان بيشتغل علشان اطلع ايه؟ الخصوصيه تمام؟ شغل بعد كده بنحط المخزن مش هتطلع من كده بس او بطيئه او حاجه زي كده. فيجي هنا كده ادي السنتر الكروموسوم اللي عندي في المنطقه الكروموسي دي موجود حاجه هنا كده اهي على الجنبين اسمها كايميتوكور. الكايميتوكور دي بتشتغل كسكند مايكرو اورجانيزم سيستم او سنتر اللي هو بيطلع ايه؟ بيطلع مايكرو تيوب. يبقى انا عندي مايكرو تيوب طالع من السنتريول من هنا ومايكرو تيوب طالع من هنا. ده يطلع كده وده يطلع كده ويتقابلوا هما الاثنين مع بعض تمام؟ يبقى بقف الاثنين بالاثنين الواحد هنا والواحد هنا ويكملوا هما الاثنين مع بعض. يبقى كملوا في الاخر ايه؟ شكل خطوط المغزى اللي عندي. يبقى ده ترجمه الكلام اللي مربوط في الورقه دي تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي الميتوتيك سبيندل ميتا منتصف. يبقى انا عندي كل الكروموسومز هتتجمع مع بعضها في النص تمام؟ قلنا الملحوظه كده ان في حاجه اسمها كايميتوكور. الكايميتوكور ده هيبدا عباره عن مايكرو تيوبولايزنج سنتر كاري فيرسنتريول يطلع مايكرو تيوبول انا كان يمسك في السيتوبلازميك مايكرو تيوبول طلع من السيتوبلازميك مايكرو تيوبول دي طلع مين؟ تمام؟ يمسكوا الاثنين مع بعض ويكونوا في الميتوتيك سبيندل او فوتو المرحله اللي بعدها مرحله ان انا فيس انا لوحدي. يبقى المرحله دي معناها ان كل واحد هيروح تمام؟ يبقى مرحله الانافيز باختصار ان كل سنترو كل واحد من دول كل واحد من الاثنين دول هيروح في جهه. يعني انا هختار مثلا والاثنين الاثنين لازم مع بعض تمام. مرحله الانافيز هيبدا يروح كل واحد في ناحيه ويحصل كليفج في منتصف الخليه. يعني الخليه يعني كونستريكت من هنا كونستريكت يعني تنقبض من هنا تبدا تكون دي خليه لوحدها ودي خليه لوحدها. دي مرحله الانافيز تمام. المرحله الاخيره مرحله التيروفيز. الحاجات اللي في الغيبس ابدا ارجعها تمام. التيروفيز دي معناها خلاص بيتم الكونستريكشن بشكل نهائي تمام والخليتين بينقسم لخليتين منفصلتين تماما. بيبدا النيوكلا والبرين والنيوكلوس يبدا يظهروا مره ثانيه ويقول لك سيباريشن وسيبوريشن وسيبوريشن يعني في النهايه بتكون تو